موجز أخبار الاقتصاد والمال، أهلا بكم. استقرت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسة في بغداد مع إغلاق البورصة في كردستان العراق. سجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 1477 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح يوم الخميس الماضي. أشارت مصادر صحفية إلى أن أسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 1482 دينارا عراقيا مقابل الدولار، بينما بلغ سعر الشراء 1472 دينارا لكل دولار. أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار عدول شركة لوك أويل عن قرار بيع حصة الشركة في حقل غرب القرنة 2 لشركة صينية. وقال عبد الجبار إن النقاشات مع شركة لوك أويل أسهمت في تراجع الشركة رسميا عن رغبتها في عرض جزء من الأسهم للبيع لشركات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت الحلول للإشكالات التي أرادت الشركة بيع أسهمها بسببها. كانت الشركة قد بيّنت نيتها ببيع حصتها في حقل غرب القرن 2 لشركات صينية بسبب أن الاستثمار الموجود في العراق غير مناسب للشركات. حذر مزارعون في قضاء عقرة في محافظة دهوك من انخفاض إنتاج التين الذي يشتهر به القضاء من جراء موسم الجفاف. أقال المزارعون في القضاء إن إنتاج التين لهذا العام قد ينخفض بسبب موسم الجفاف، فيما دعوا الحكومة إلى الاهتمام بإنشاء معامل للتعليب في مناطق عقرة كي يتسنى تحويل الفواكه إلى عصائر ومربيات والاستفادة من المنتج المحلي. من جهته أشار مدير زراعة عقرة إلى أن عدد أشجار التين في القضاء يصل إلى 54 ألف شجرة، وإلى أن القضاء ينتج أكثر من 2000 طن من أجود أنواع التين في العراق سنويا. هوى سعر صرف الليرة السورية لأكثر من 100 ليرة للدولار الواحد، ليسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 3350 ليرة، ويقفز سعر اليورو إلى 4050 ليرة. وبحسب مصادر سورية فقد ارتفع بالمقابل سعر غرام الذهب مسجلا سعرا قياسيا جديدا وسط عدم التزام الصاغة بالسعر الرسمي. ووصل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراطا إلى 1,344,000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراطا إلى 1,400,000 ليرة سورية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن التبادل التجاري مع تركيا ارتفع 40% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. جاء ذلك في كلمة خلال منتدى الأعمال التركي الروسي المنعقد في موسكو. أضاف نوفاك أن تركيا ضمن الدول السبع الأولى الأكثر تبادلاً للتجارة مع روسيا. أوضح أن أكثر من 3000 شركة تركية تنشط في روسيا، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بإمكانيات للتعاون في قطاعات الاتصال وبناء السفن والطيران. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اقتصاد بلاده عاد بفضل جهود حكومية حثيثة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. أظهرت تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الأمريكية أن القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المباعة في الولايات المتحدة تخطت للمرة الأولى مستوى ما قبل الجائحة، أي كان ذلك بنسبة ضئيلة للغاية بلغت 0.8%، في حين تواصل أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعها بوتيرة هي الأسرع منذ نحو 40 عاماً. ختام الموجز الاقتصادي، إلى اللقاء.